سؤال يا جماعة، بعد ما حقق مانشستر سيتي مع رياض محرز دوري أبطال أوروبا، هل هو فخر العرب الحقيقي ولا محمد صلاح؟ سؤال يا جماعة، بعد ما حقق مانشستر سيتي مع رياض محرز دوري أبطال أوروبا، هل هو فخر العرب الحقيقي ولا محمد صلاح؟ لا، بدون نظرة يتفق إنه محرز فارق. رياض محرز. رياض محرز فارق عن محمد صلاح، ثلاثية تاريخية، إمكانيات فردية، خمسة بريمير ليج. لا يا حبيبي، وقف. بالنسبة لي صلاح أفضل لاعب في تاريخ بريمير ليج. محمد صلاح أفضل أي لاعب في بريمير ليج. هو فخر العرب. لا، هذه لازم نوقف عندها. صلاح أفضل لاعب في تاريخ البريمير ليج. محمد صلاح أفضل أي لاعب في البريمير ليج. هو فخر العرب. لا، هذه لازم نوقف عندها. محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ البريمير ليج. شلون كذا؟ بالنسبة لي. تيري هنري طيب. أفضل من تيري هنري. أفضل من روني. أفضل من روني. أفضل من دروغبا. أفضل من دروغبا. آلان شيرر طيب. أفضل من آلان شيرر. كانتونا. أفضل من كانتونا. يا ولدي. سؤال يا جماعة، بعد ما حقق مانشستر سيتي مع رياض محرز دوري أبطال أوروبا، هل هو فخر العرب الحقيقي ولا محمد صلاح؟ لا، بدون نظرة يتفق إنه محرز فارق. رياض محرز. رياض محرز فارق عن محمد صلاح، ثلاثية تاريخية، إمكانيات فردية، خمسة بريمير ليج. لا يا حبيبي، وقف. بالنسبة لي صلاح أفضل لاعب في تاريخ بريمير ليج.